السلام عليكم. ما عرفتش غنقول، ما عرفتش مين غنبدا، ولكن داكشي اللي عندي غنقوله. خوتي المغاربه، بغيتكم كاملين نخرطوا في حمله بقى في دارك. راه بقى في دارك 14 يوم ولا 15 يوم راه ماشي شي حاجه. السلام عليك ولادك، بركه ما نخرجوا التعناق والبوسان ربعه البوسات. راه هذا فيروس ماشي ضحك. غتسولني على الخروج؟ الخروج ثلاثه الحوايج فقط: الخدمه، طبيب، ولا بغيت تقدا شي حاجه ضروريه. ما تبقاش تسلم، ما تبقاش تبوس، ما تبقاش تعنق. حسب شحال من واحد كيتسالك شي بوسه ومني حيد هادشي. راه ما تعنق وتبوس، ما تبقاش تبوس. حنا المغاربه راه كنموتوا على البوسه، على لقيناه كنعنقوا. حبس من البوسه، حبس. ساليتي ورجعتي للدار، قضيتي الاغراض ديالك، اول حاجه غادي دير عند الباب شنو هي؟ هي انك غدير جفاف في شويه ديال جافيل، غتمسح فيه رجليك وغادي تدخل، لانك تقدر تهز الفيروس في رجليك وانت في الزنقه. دخلتي للدار، غتغسل يديك مزيان حتى ل 21 ثانيه بالماء والصابون، وهاد البلايص هادو غسلهم مزيان. غسل يديك، غسلهم. ها انت دير لهم هكا 20 ثانيه، انت جلس ساعه تحدى الملل. اش غتبقى دير في الدار؟ كاين واحد النوع كيقول لك كيقتلني الملل في الدار، غنخرج. ما كاين قهاوي، ما كاين فين تمشي. بغيتي تتحدى الملل، دير فيلم، دير شي حاجه، لاه الوقت. عاد دير انت كاع حسب شحال من مربع ديال عندكم في الزليج في الدار. المهم تحدى الملل، ما تبقاش غمريح. رساله للامهات: في وقت المدرسه راه كنتو كتشدوا ولادكم وكدوهم حتى للمدرسه وكتخافوا عليهم، حقا غيتلقاو لهم شفاره، حقا غيديروا يدوا لنا ولادنا. حقا هذه راه ماشي عطله اللي غيبداو نسافروا فيها ونضحكوا ونشطوا. شدوا ولادكم عندكم، ردوا البال لوليداتكم، ماشي تطلقوهم الزنقه، لانه راه يقدر ولدك يجيب لك شي مرض اون بورتي مخير يدخلوا لك في الدار. لا انت لا العائله كامله مشات. ردوا البال لوليداتكم. وزاره التربيه الوطنيه دارت فين يقراو الدراري اللي سيت في قناه الرابعه واحد الرساله صغيره للعيالات: راجلك راه تيديني نحداك في الدار، باني لي حالك، باني لي حالك. شدي الشيفون وديري فيه شويه ديال جافيل، بوانيه ديال الدار، سوارد، اي حاجه غتجيب لك خيخي من برا ديري لها هينيني، حيديها، محيها، مسحيها، باني حادقة واحد شويه. رساله للشباب بحالي: ما نبقاوش غير ندورو في الزنقه، راه عندنا والدينا، والدينا كنخافوا عليهم بزاف وكبار في السن، راه الوالدين ديالنا ما عندهمش المناعه اللي غيتحملوا هذا الفيروس وهذا المرض ما غيتحملوش. ردوا لهم البال، راه كنخافوا على والدينا اكثر ما كنخافوا على ريوسنا. نحاولوا اي حاجه اللي غتجيب لهم الضرر، واي حاجه اللي غنبقى ندور في الزنقه اللي غنجيبها لهم الدار، نحاول نحيدها. وراه 14 يوم ولا 15 يوم راه ماشي شي حاجه، ريح في الدار. راه الدوله ماشي ضد، قالت لك ريح في الدار للسلامه ديالك، السلامه ديالك انت. الله يعاونكم.